بل قالني الإسلام كتاول هذا. والكافر يعرف الله معرفة إقرار. وقالوا من الكبرين إياه والضفير اليوم وليان إلى هو أي قانين إلى هين الشرع سبحانه وتعالى وعالم كانوا أبوري يعرفون ذلك وقرسين وقال إله إلى صغير دين الله يبغون ولا واصلا من في السماوات والأرض طوعا أو نعم طوعا وكرها معرفة لقيد صلى الله ومعرفة معرفة توجب التعظيم معرفة قيد صلبات والمعرفة التي توجب تعظيم الله سبحانه وتعالى لله الوينية ومعرفة يتبعون الشخص إلى هنا الدرسات ويري ومحبته والفعلات والحياة من إلى تحشر تعلق القلب به قلب يا إله يكون تعلقا نعم والشوق إليه وإلى لقاء المقلب لا يقوبه ليبوه عن قلتاقه الله سبحانه وتعالى أرتدي يولى كل انتس وخشيته والإنابة إليه ومعرفتها مجرسها يكبر الله في إلهي نتكبق والله سبحانه وتعالى أوصه بكي أنتو عدو نقص وعن نقصه ورورين كرنا معرفته هو الله ومعرفة وإقرار إن إلهي جرسة جرسة إلهي أذكره صوت ها واحد لوحده إذا قال يا مسلم من وانا سليمي صلى الله عليه وسلم معرفة تعظيم ومحبة وانقياد والدرساء كبروا في إلهي نبوين يسوق وأدوه بقان سنته والله سبحانه وتعالى أبسع علاقه نعم ماذا معرفة أمانة لبوية الإواتي قلت لي يكون أماني إن إله إجرت التركان شي سوني كما إنت تقول أمانكو يا لماذا المعرفة الأمانة اللي قوية ليا ومعرفة إلهي أتجرته أدوه إلهي جرشان إن شاءت أتجرته كذلتي من أدوينين إيسو وأتعسهي أدوه قانسنش ولكن أخبرك لي معرفة الله رواتي بنبوه الله يتعلوشي ذا معرفة إقرار معرفة محبة وتعظيم وانقياد وطورنته تدنبه تدنبه يا شيخ وعوه روشي ذا وإبليس منك اللي رهده إلهي وهي قانا معرفة وإقرار بلاكي إلهي قانا هو كان إلهي كله فبعزتك لو غينهم أجمعين إلهي بجي الله عليا إلهي عز أبو كرسي يقدرني أول لكن إلهي مو أقول معرفة تعظيم ومحبة وانقياد معرفة كما وانا يستعيل يوينين يوهو جانس وكذلك يقول الجالدة معرفة إقرار نقص مسلم كنا طنائي نعم إلهي سبحانه وتعالى جرشان سوض ضبير ومريكرنا أنا واحد أي كرتين الله لم تقص ملحدة إلهي تلسان كي سلام كرسرين أقول مكا كيف نعرف الله سبحانه وتعالى شيخ هو سيد الدونا لكن سلام بني وزيري كيف نعرف الله أقول له إلهي ساس الجرسك بأي شيء عرفت ربك يا إبراهيم عرفت بآيات إلهي وحن قدرت آياتك على مدى إلهي تلسان في نصف سنة كآيات إلهينا وحيوقع الثمان وبقى إبراهيم آيات كونية ومخلوقات كإلهي وأبونا حي على مدىهم إلهي تلسان في إلهي سبحانه وتعالى بوران وأبونا سمولك بولالك الرحلة ضيحة الليل والنهار الليل في مالك كل هذه علامات سنك إلى جلسانك حتى نبطر وفي أنفسكم الصلاة تبصروا إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب نعم آيات بأغسط لم تبقى عقلي قلت سنك إلى جلسانك وفي شاعرك يريد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كيف الصواحة تطلع على رصة سنة إلهي كلمني الصلاة ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بالأورثة أرضاك إلهي نتشرى
يا علامة بطان لا يقدرين في علامة نعم وحد ترى إلى أن قدرنا بآيات الشرعية آيات الشرعية دوام حي وما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله والقرآن الدليل يا الله سبحانه وتعالى شريكان شيء بكوا قرسل إلهي الجرمية أما قلت إلهي إليه مسلمين ثلاثة بقرار كاي مدد بقو ميال سنان فاي بتوى الدرجات يا والدرجات بدون شك إنك يقام إلهي مجعيد إنسا إلهي اتفاد كيسا تعاشي إنسا أحكام كيسا يليك إنسا بجاه الكاي إلهي مذكسي ويقاني أولا كسي وما يقاني نعم ومعرفة النبي علم دواتب كالنبوة كلا وحوليان إن نقرن الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مجعي صوانا الجرب وبنسب كيسا الجرب يميشه وكسوة كيرا وشفاك كيسا أدبرت خلق جاه إلى يقوى أبوري وأدبرت شفاك كيسا خلق جاه حاجة بقم وكيف نعرف نعم وأين الجرب الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عبد لله الدور الدور هذا إلهي كمدة بشر أوحى الله إليه رسولك صلى الله عليه وسلم وعين الجرطة سننتي أحاديثي فأنا واحد أن أقول أنكر معين أن نقوم إلى كتب السير والتاريخ كتب تكشف يستيراد رسولك صلى الله عليه وسلم وإلى كتب السنة والحديث إن نقوم كتبت أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم يكون ربي في البخاري ومسلم السنن والمسانيد نعم وحر شيخ الاسلام المتين والنصوص اعود الى معرفه ما جاء به محمد وابتداءه منها الى الطعام والشراب نفطر راشيكا يعد تانك وحي يضبع يبدو انتهى الى البركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدين في نبي محمد ولين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادراعه فان هذا اذا فات حصل الموت في الدنيا عباد الراشيكي الشراب واذا حاد عيه لأن الجيل كل ما طر روح داني أي خدق أقضوه ستة كان وذاك إذا فات حسل العذاب لكن أبدال نبي محمد بجرمه إذا كور نبي محمد دين في إلهي سوى ديري نبي محمد أغراء ويده حكد لنا يطا العذاب إلى العذاب في صياة كبالان ومعرفة دين الإسلام أرنتوا في هذا إنه درنوات كأنه قلت أنه دين الإسلام ودين الإسلام والدين الذي بعث الله به نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم ودين تلعينه محمد صلى الله عليه وسلم وخصنا به الأديان إلهي الجينيه وخصنا ودين دمسكرا إلهي ضدك مسلمين فأقرها لمعه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ركا الدين كنا وين أبدرقه لابد أن تعرف حقيقة دينك نكره هذا مروح بلا ويكفر رأي الشيخ عبد الرحمن المقاسم شيخ إمام كتاب قريش وهو أنا إمام نقول كرحج بركة الدين قال تعالى نبي كتب الآخرين وحيري شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إن طلب العلم فريضة علم لا إلا برطة علم الدين إلا برطة وفرض وإنه شفاء للقلوب المريضة علم بالدواء يؤيه قلوب سبكتا وإن أهم ما على العبد معرفة الدين أبدو في رسول الأريان وإن أهم ما على العبد معرفة الدين وحأمهم سن عوات السن أبدو أن كفارني وإن الدين تتقرطو برد وعوات السن معها إن تقرطته إن تقول لسطه إن دعويان أدبرطه فإنس إيا حساب العلوم مباحة وعلوم بنان من البرطاء يقول بنان فالنفسية واحترنا لك اتوى على ذاتها فإن البرطاء يواجب قوتها إن شيء دينها الذي معرفته والعمل به صاب لدخول الجنة دينها أصبح برشاق يبي قدقا كيلو فهذا يتها الجلسان كالنظر وصير سيور عراشين سليسي كميستري بيولاشي يحساب ما علم يتنبه لأجري وعربنا لأجري وانا صالح لمناطق الدنيوية لكن دينة برشاية كبغن كالوا طريق إلى الجنة
وهو بل السند الأمري والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار لا إله إلا الله والجهل به قبط الدين فإن الجاهل كما هو الدين في إسلام وإضاعته بيعه برسل به خدقا كذبا وسبب لدخول النار نار تجلسان كذا يرثى السبب أعادنا الله منها لا النار كان نجد الدانية هذا كان السؤال أول عليها يضبك المسلمين تماما تحال كل سبيل أحال كل شيء لا يريد قرب ونقم إذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغاسلون كتاب الله مضيع بين أظهره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجورة فيما بينه كتاب كلا المسلمين تبيحوا لما أنت كل ذي عاش بين غتب رشيئة بين غتكم لك ثم الرسول قال لقيت يقول لقيه جروبي برشيئة دي يوحي ينكم لك شيء دي وحول الشيخ بالأدلة وإن كبرته أما كبرته الله ينبذ يدين في الإسلام كدليل وإن كبرته بعلم وضعي الدليل لوي الحمد لله العلم لغيره العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه مركا الشيخ مركو لي وإن الدليل كبرته يعني الوحيان عقل اللي هو مجرن كره فترى إلهي عقل يقول من كبرانيا رسولك عقل ينكبرانيا والدين عقل ينكبرانيا والعقل يقول صحايا الدين وحو الديلانة الدين معه وأظلمه هو طريق المتكلمين والفلاسفة وحنا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول غير كبير حين العقل قال أبانا موحو البكوكة لدران إلهي في إيشي اللي يتعب الكشاق الإسلام ابن تيمية ولي لا يكفي في معرفة الدين مجرد العقل دين تبقرسية دي برسية عقل وقره في الله بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه وكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فصالوا نوكني لما أنت بين الرسالة كرمه إذن ككور رمى فإنداري لهذه الممكن كانوا كبار أجمع أبين الله يركوا ونبخشينا كور رمى جينوا حكوار كنا عنده الجواب لا حركوا هاركما مركا اللوه قربوا حركا مركا استين وكور رأي طبع والاستين كاي راعية عقل قنوات صداك وكلا كليدي وحوما هاركي كرا وإنه استين صنية الرسالة الشريعة الشريعة ده ودبس عضو استين صنية شوز كان شرعي الله يلعبه غير ودبس عضو هاركي كلا على لو هاركي هاركي غير الباس مكريدي يا قف كذلك الشيخ عمر كله بالأدلة وين لقوا قرطه وحاو كذب يا وحا الله يقامه تقليد التقليد والدين تابعيان ان قل هذا الجايري والصحي خلق وحا سوحي هذا ربما ايه وان سرع عيونا نقول وقلت انه هذا الكيس الحجية الجميلة هاي هاي تقدر يعني لارهان اصوش الدين تابع وحيادها دين تابع انا قصة ابن انا هاي وانا انصح هاي لان تور وانا تقدر اتجد الدليل إذا معرفة الله ومعرفة رسول الله هي معرفة الدين هذا يحتاج منك إلى الدليل وإن قرطه مع الدليل إما إله الجرسلي ثلاثة لنا التقليد كان قص هي معرفة رسول الله وإن بالدليل حويان هذا قرطه وعلى شيخ رحمه الله تعالى أولي يا هاي إنت هذا بديت الثانية من الثلاثة اللوات واتب كالنبوات والعمل به وإن لقوا عمل صلاة دينك وإن لقوا عمل صلاة نعم ومقصود فيه وشيدد علم بل قال له يسير السيد بوضح ما هو القصد من العلم والعمل وإن لقوا عمل صلاة فكي لا يقول علم يكو قوارزاق علم يكو عمل صلاة وإن لقوا رسل ماني علمي قال الله أماني إنه يهي علمي وقفه وكعمل فلو هذه وحوليان علمي قال كعمل فلو وذي ذو علمي كاذب وحب جاهل بار قال القاضي حياد لا يقال العالم جاهلا حتى يعمل بعلم عالمك جاهل وهي جاهل بوهانا يا إلا علمي سوف عمل فإذا عمل به صار عالم ومقصود فيه وشيذل العلمي قال الله عمل شبابي كان مقيم جاهل بار واحد جاهل كذب وانت رنشي